لمرضى الولاية. في قطاع النقل ومن أجل ضمان السلامة لمستعملي الترامواي، استحدثت مديرية الأمن بقسنطينة شرطة الترامواي كجهاز أمني جديد يضمن أمن وسلامة المواطن والمركبة. أمينة بعطوش. استحدثت مديرية الأمن بقسنطينة فرقا أمنية خاصة شرطة الترامواي، مهامها الأساسية تأمين مركبة الترامواي على طول المسار، وكذا تأمين أكثر من 60,000 مسافر في الساعة وفي الاتجاه الواحد على امتداد 9 محطات. والشرطة هذه اللي تأمن الركاب داخل الترامواي حاجة مليحة، ويت اللي تخرج في الليل وما تخافش. هذا النواة مكونة من إطارات رتباء وأعوان الشرطة، المهمة تهم هما هي حماية وتأمين هذه الوسيلة بما فيها مشاءات الوسيلة، المحطات، المسافرين. العمل تاع فرق شرطة الترامواي يكون 24 ساعة على 24 ساعة باحتلال المحطات، قيام بدوريات وكذلك دوريات مستمرة أثناء الليل. تلقى أفراد هذا الجهاز الأمني تكوينا متخصصا، ولإبراز مدى فاعليته ونجاعته ميدانيا أطلق مخطط التدخل والإنقاذ والسلامة خلال المناورة الافتراضية المتمثلة في حادث مرور بين مركبة الترامواي وسيارة سياحية. من المهام تاعها هي تكون أولى المتدخلين من أجل تتويق المكان أوليا في انتظار قدوم جميع المصالح. هذا وستزود المحطات بكاميرات للمراقبة، ويبقى المواطن الشريك الأساسي في إنجاح مهام أفراد هذه النواة الأمنية.